أحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب في البرنامج التعليمي للأورغ بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فالمرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير وإدعمونا يعني بالبارتاج لنصل أكثر ولنواصل وتدعمونا إن شاء الله. اليوم غنديروا بطلب من العديد من الإخوان المشتركين فغنديروا المقطع الثاني والثالث لأغنية سيدي أنا حر. طبعا المقطع الثاني لأغنية سيدي أنا حر هي بياتي على الصول، والبياتي على الصول على الشكل التالي. من صول من هنا ويكون الربع تون على لا وسي بيمول والمي بيمول كعلامات موسيقية في السلم الموسيقي، يعني في السلم الموسيقي كتكون لا بربع تون والسي بيمول والمي بيمول في البياتي. فنبدأ رجعنا الربع تون هنا مابقاش في بياتي ولا رست على الضو، رست على الضو فيه المي بالربع تون والسي بالربع تون، المي والسي بالربع تون. عيوني شافوا شافوا حبوا، عيوني شافوا شافوا حبوا، وإلى اليوم غلبنا غدا يمكن نغلبو، وإلى اليوم غلبنا غدا يمكن نغلبو، باقي ما جربناش دابا يعشرنا ونعجبو، باقي ما جربناش دابا يعشرنا ونعجبو، باقي ما جربناش دابا يعشرنا ونعجبو، باقي ما جربناش دابا يعشرنا ونعجبو. حلو ولا مر ظلمتو امري، فرحني اوي عذبني، دابا تحب وتعذر ويغلبك كيف غلبني، وذاك الساعة جاوبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر، لله فهمني انا شدت وعجبني. طبعا هذا فيما يخص المقطع الثاني من أغنية سيدي أنا حر للمرحوم محمد الحياني. دابا غنمشيو للمقطع الثالث، المقطع الثالث فهو تصبح كرد. فالكرد على الصول فيه السي بيمول المي بيمول واللا بيمول، فالترتيب هو هكذا في السلم الموسيقي دائما السي بيمول المي بيمول اللا بيمول في الكرد على الصول. دابا الان غناخذوا ايقاع مغربي ولكن مصرف ونبداو المقطع الثالث المقدمه الموسيقيه. Thank you.
فنعاودوا يعني ببطء باش تعرفوا هذا السولو. ثم السولو فغنعاودوه وندخلوا للغناء. يعني رجعنا كنا في الكورد على الصول، الان البيات على الصول، والبيات على الصول كما اسلفنا الذكر فالربع على لا وفيه السي بيمول والمي بيمول. انا ماشي من هادو اللي ما يقطفوش الورده غير لا كان ما فيها شو، لا كان ما فيها شو، ولا كتاب وحبيتي عمرتي وبريتي غيروا منك ويحسدوك، غيروا منك ويحسدوك. انا ماشي من هادو اللي ما يقطفوش الورده غير لا كان ما فيها شو، غير لا كان ما فيها شو، ولا كتاب وحبيتي وبغيتي وبغيتي غيروا منك ويحسدوك، غيروا منك ويحسدوك. يعذبني او كتر انا من اللي هديالو يعذبني، هنا انتقلنا للرص او رجعنا للرص، عدنا الى الرص الاول ديال الاغنيه اللي فيها رصت على الضو اللي فيه المي والسي بالربع تون. يعذبني او كتر انا ملك ديه ديالو سلمت امري، يا سيدي انا حر وهذا النار ما يحكي سيدي، انا حر انا حر انا حر، وهذا النار ناري ما يحكم فيها غير. احلو ولا مر سلمتو امري، فرحني اوي عذبني بابا تحب وتعرف ويغلبك كيف غلبني، وذاك الساعة جاوبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر، فهمني انا شدت وعجبني. طبعا بعد ما
قمنا بالتفصيل. فدابا غادي نعملوا المقطع الثاني والثالث من أغنية سيدنا حر كاملة من البياتي صول ونبداو. حيلة وفين الحيلة، ما بيد حيلة وفين الحيلة، من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال، غير البارح وأنا هاني، غير البارح وأنا هاني، واليوم أنا مشغول بال مشغول بال مشغول بال. عيوني شافوا شافوا حبوا، عيوني شافوا شافوا حبوا، ويلا اليوم غلبنا غدا يمكن نغلبوا، ويلا اليوم غلبنا غدا يمكن نغلبوا، باقي ما جربناش دابا يعاشرنا ونعجبوا، باقي ما جربناش دابا يعاشرنا ونعجبو، باقي ما جربناش دابا يعاشرنا ونعجبو، باقي ما جربناش دابا يعاشرنا ونعجبو. احلو ولا مر سلمتو امري، فرحني قوي عذبني، دابا تحب وتعرف وغلبك كيف غلبني، ولك الساعة جاوبني. أسيدي أنا حر أنا حر أنا حر، لله فهمني أنا شدت وعجبني، لله فهمني انا شدت وعجبني. طبعا كانت